قفت الاستقالة ما عندناش في الجزائر. شوفي انهم صادروا لك حريتك عندما كنت في مجلس الأمة. نقول لك حاجة، التعب اللي تعبته في مجلس الأمة ما تعبتوش كي كنت في وقت الإرهاب. علاش؟ لأنه ضغط كبير. أنا حابة نقدم، أنا عندي صوت. صوت الحمد لله عطانا ربي الصوت. ما عنديش حاجة أخرى، عندي مال ما عنديش مال، عندي سلاح، سلاحي والوحيد هي لما أتحدث وأرافع. وما ننساش شيء آخر، ربما المشاهد والناس المواطنين البساطة بن عروس راحت من التلفزيون، لكن أنا بقيت ناضل من أجل الجزائر في المحافل الدولية.